مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف الحادي عشر علمي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الأحياء والفصل الدراسي الثاني. وحديثنا اليوم نستكمله عن الوحدة السادسة عز الطالب، عن الأحماض النووية والوراثة. ونستكمل أيضا الحديث في هذه الوحدة عن الدرس الثالث عن الطفرات. في نهاية هذا الدرس عزيزي الطالب، يجب أن تكون قادرا على أن تعرف المقصود بأنيميا الخلايا المنجلية، وأن تفسر سبب مرض أنيميا الخلايا المنجلية، وأن تشرح الآثار المترتبة على مرض أنيميا الخلايا المنجلية. لدينا عزيزي الطالب في هذا الدرس مجموعة من المفردات مثل الطفرة والاستئصال، الطفرة الجينية، الطفرة الصامتة، الطفرة المغلوطة المعنى، الطفرة المطابقة المعنى، طفرة الإزاحة، ومرض الخلايا المنجلية. قيمة اليوم عزيزي الطالب هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سؤال اليوم عزيزي الطالب: ما هي أنيميا الخلايا المنجلية؟ للإجابة على هذا السؤال، افتح كتاب الطالب صفحة 63 ثم اقرأ الفقرة الأولى. استبدال قاعدة واحدة ومرض الخلايا المنجلية. تنتج لدى الأشخاص الذين يعيشون في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية أو الذين تعود وصولهم إليها خلايا دم مقوسة أو هلالية في مرض يسمى مرض الخلايا المنجلية. توجد الخلايا المنجلية في أنسجة دم الأفراد المصابين ومجراه، وبما أن مساحة سطح الخلية تقل إلى حد كبير، فإنها تحمل أكسجينا أقل من خلايا الدم الطبيعية. يشفر جين يوجد على الكروموسوم 11 لبروتين في جزيء الهيموجلوبين الحامل للأكسجين في خلايا الدم. يتكون جين الهيموجلوبين من 438 زوجا من القواعد، ويحدث في طفرة الخلية المنجلية استبدال قاعدة واحدة من قواعد DNA، حيث تحل CAT محل CTT. عندما ينسخ كودون mRNA ويترجم، فإنه يشفر للحمض الأميني الفالين بدلا من حمض الجلوتاميك، فيتغير تركيب بروتين الهيموجلوبين. ما هي أنيميا الخلايا المنجلية عز الطالب؟ هي مرض وراثي ينتج خلايا دم مقوسة أو هلالية، ولذلك يسمى مرض أنيميا الخلايا المنجلية. انظر عزيزي الطالب إلى التغير الذي يحدث في شكل خلايا الدم الحمراء نتيجة للإصابة بهذا المرض، وبالطبع فإن هذا التغيير سوف يؤثر على وظيفة خلايا الدم الحمراء وكفاءتها في القيام بوظيفتها. تقل بعد ذلك هذا الطالب إلى تأثير المرض. تقل مساحة سطح خلية الدم الحمراء المنجلية إلى حد كبير، وتحمل أكسجينا أقل من خلايا الدم الطبيعية. انظر عزيزي الطالب إلى هذا التغير في شكل خلايا الدم الحمراء وما يمكن أن يحدثه من تأثير على وظيفة خلايا الدم الحمراء أو على حركة خلايا الدم الحمراء داخل الأوعية الدموية عند سريان الدم، وسوف نتعرض لهذا التغيير بالتفصيل في الشرائح التالية. ننتقل بعد ذلك عزيزي الطالب إلى السؤال الأول: ما هي أنيميا الخلايا المنجلية؟ هي مرض وراثي ينتج خلايا دم مقوسة أو هلالية، ولذلك يسمى مرض أنيميا الخلايا المنجلية. ما هو تأثير مرض أنيميا الخلايا المنجلية؟ تقل مساحة سطح خلية الدم الحمراء المنجلية إلى حد كبير، وتحمل أكسجينا أقل من خلايا الدم الطبيعية. أي مما يأتي يمثل مرض وراثي ينتج خلايا دم مقوسة أو هلالية هو مرض أنيميا الخلايا المنجلية.
سبب المرض عزيزي الطالب، يوجد جين على الكروموزوم رقم 11 يشفر لبروتين في جزيء الهيموجلوبين الحامل للأكسجين في خلايا الدم. يتكون جين الهيموجلوبين من 400-438 زوج من القواعد النيتروجينية، وتحدث طفرة استبدال في قاعدة واحدة من قواعد DNA، حيث تحل CAT محل CTT. عندما ينسخ كودون الـ mRNA ويترجم، فإنه يشفر للحمض الأميني الفالين بدلا من الحمض الجلوتاميك، فيتغير تركيب بروتين الهيموجلوبين. الفالين عزيز الطالب كحمض أميني هو حمض أميني غير قطبي متعادل، بينما الجلوتاميك هو حمض أميني قطبي وحمضي. هذا التغير الطارئ يحدث تغيرا في التركيب الثالثي لبروتين الهيموجلوبين، ويؤدي هذا إلى تغيير في شكل خلية الدم الحمراء، حيث تصبح مقوسة وتقل كفاءتها في حمل الأكسجين اللازم لحدوث عملية التنفس الخلوي في الخلايا، وهذا يؤثر على وظيفة خلايا الدم الحمراء وكفاءتها في القيام بوظيفتها. سؤال عزيزي الطالب، أي مما يأتي يمثل الكروموسوم الذي يحمل الجين الذي يشفر لبروتين الهيموجلوبين؟ هذا هو الكروموسوم رقم 11. أي مما يأتي يمثل نوع الطفرة المسؤولة عن مرض أنيميا الخلايا المنجلية؟ هذه هي طفرة الاستبدال. حدوث أنيميا الخلايا المنجلية هي طفرة استبدال. أي مما يأتي يحدث عندما يتم ترجمة mRNA بعد حدوث الطفرة المسببة لمرض أنيميا الخلايا المنجلية؟ يستبدل الحمض الأميني جلوتاميك بالفالين. أي مما يأتي يحدث نتيجة لمرض أنيميا الخلايا المنجلية؟ تغير في التركيب الأولي للهيموجلوبين أم في الثانوي أم في الثالثي أم في التركيب الرابع؟ طبعا يحدث تغير في التركيب الثالثي للهيموجلوبين. نتيجة المرض أنيميا الخلايا المنجلية، عندما يرتبط الهيموجلوبين بالأكسجين يكون شكله الطبيعي مثل طبق مقعر، وعندما ينفصل الأكسجين عن الهيموجلوبين الناتج من الطفرة عند الخلايا يتغير شكل البروتين إلى شكل منجلي أقل ذائبية، ويصبح الهيموجلوبين لزجا وليفيا، وتصبح الخلايا دقيقة وتنفجر بسهولة، وتكون النتيجة انسداد الأوعية الدموية أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء. تسمى هذه الحالة عزيز الطالب فقر الدم المنجلي. كما سبق أن شرحنا، يحدث هذا التغير في شكل خلايا الدم الحمراء، والذي يؤثر كثيرا على قدرتها على القيام بوظيفتها، وأيضا يؤثر على حركة خلايا الدم الحمراء داخل الأوعية الدموية، ويؤدي إلى حدوث بعض الآثار المترتبة على مثل هذه الطفرة، وسوف نتعرض لها لاحقا. انتشار المرض عزيزي الطالب، ينتشر بين الأشخاص الذين يعيشون في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية أو الذين تعود أصولهم إليها. سبب انتشار طفرة الخلايا المنجلية عزيزي الطالب في هذه الأماكن خاصة. انتشرت طفرة الخلايا المنجلية في بعض الجماعات لأنها تمنح مقاومة للملاريا، فالمناطق التي تكون فيها الملاريا سبب شائع للموت أتاحت مقاومة الملاريا للكثيرين من حامل الطفرة التكاثر قبل أن يصبحوا أكبر سنا، لكنهم كانوا أكثر عرضة للمشكلات التي يسببها مرض الخلايا المنجلية. سؤال عزيز الطالب، اشرح تأثير الطفرة المسببة لمرض أنيميا الخلايا المنجلية على وظيفتها. عندما يرتبط الهيموجلوبين بالأكسجين يكون شكله الطبيعي مثل طبق مقعر، وعندما ينفصل الأكسجين عن الهيموجلوبين الناتج من الطفرة عند الخلايا يتغير شكل البروتين إلى شكل منجلي أقل ذائبية، يصبح الهيموجلوبين لزجا وليفيا، وتصبح الخلايا دقيقة وتنفجر بسهولة، وتكون النتيجة انسداد الأوعية الدموية أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء. فسر
تنتشر طفرة أنيميا الخلايا المندلية في بعض الجماعات والأشخاص الذين يعيشون في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية أو الذين تعود أصولهم إليها، لأن انتشار طفرة الخلايا المندلية في بعض الجماعات تمنح مقاومة للملاريا. وفي المناطق التي تكون فيها الملاريا سببا شائعا للموت، أتاحت مقاومة الملاريا بسبب حدوث هذه الطفرة للكثيرين التكاثر قبل أن يصبحوا أكبر سنا، لكنهم كانوا أكثر عرضة للمشكلات التي يسببها مرض الخلايا المندلية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.